قلت المغاربة مرحبا بكم. اعتقال رضا الطوجني والحبس شهر للصحفية حنان باكور وشكاية ضد المركز الوطني لحقوق الإنسان من أجل حل هذا المؤسسة الحقوقية. أهم العناوين اللي عنقف عندها في هذه الحلقة. بداية ضروري مع اثنين كان العدم الموضوع، لابد من نرجع مرة أخرى لموضوع حزب البا مع كامل الأسف. هذا الحزب اللي تلاش به ليام مع كامل الأسف وصل إلى مستوى كما شفناه جميعا، يعني ثلاثة ديال الريوس. رأينا الشخصي طبعا هو عنوانه أزمة، عنوانه ترهل، عنوانه انضحار، وعنوانه تقهقر، وعنوانه إفلاس سياسي. هذا هي الحقيقة بكل ما، رغم أن البعض كيبغي يقول شي حوايج. ولا بد نقول لكم واحد القضية، اليوم ولا عندنا الحزاب ديال بريمير ديفيزيون والدوزيام ديفيزيون والتروازيام ديفيزيون. اللي عندك أمين عام باختلاف الأوضاع طبعا كتدخل في القسم الأول، اللي عنده جريوس القسم الوطني الثاني، وكل قسم دابا البان في القسم الوطني الثالث لأنه عنده ثلاثة ديال الريوس. خصوص وهبي لابد من نقول عليه واحد الكلمة مهمة. لا أعتقد أن عبد الطيف وهبي انسحب من السباق نحو قيد الحزب بإرادة دياله، يستحيل بالبت وبالمطلق. علاش؟ لأن الطريقة باش تشبت بالكرسي طيلة المدة اللي هاجموه المغاربة في الوزارة كتبين أن هذا السيد ما يمكنش يتخلى على المنصب، خصوصا أن قوته في الوزارة من قوته في الأمانة العام. أي إنسان باش كيكون وزير من تكون أمين عام ديال الحزب كيعطيك سند قوي، كيقوي موقعك داخل الحكومة. اليوم وهبي أصبح يعني عاريا داخل الحكومة، موقعه ضعاف بزاف لأنه لم يعد أمينا عاما لهذا الحزب. إذا ما يمكنش واحد يتخلى على هذا السند فابور. سؤال، ما الذي أجبر وهبي على أنه ما يكونش أمين؟ شو هو السبب في نظركم؟ إنسان اللي دار امتحان المحاماة بديك الطريقة وعاودوا لي تاني مرة يستحيل عليه يكون عنده نفس ديمقراطي وما يقبلش، يستحيل. الإنسان اللي انقلب على مواقفه تجاه أخنوش ما نتحالفش معاه هادشي ما نرجعلوش رقبتو كتعرفو، يستحيل. لأن حقوق الإنسان ملة واحدة والتشبع بها ملة واحدة، ما يمكنش. إذا السؤال علاش؟ أعتقد رأيي المتواضع أمران. الأمر الأول كيرتبط بالحزب، والأمر الأول كيرتبط بالمصالح العليا للدولة. ربما شي واحد نصحو من داخل حزبه قالوا راك علاش؟ عندما تكون وزيرة للعدل معناها غتجلس مع وزراء العدل ديال دول أخرى، معناها غتكاين اتفاقيات قضائية وكاين وكاين وكاين. أنت كوزير العدل مع عبد الطيف وهبي، أنا ماشي حيت قضاء أخلاقي كتقولها لي، ما عنديش الحق نقول لك أنت عندك علاقة بالمخدرات أو لك تراقب على دوك الناس ديال المخدرات. لا ما عنديش الحق، ما عنديش الأخلاق، ما نكونش مخلق إلا قلتها مزيان، إذا أنا كنبرأك من هذا الشيء. ولكن في الجانب السياسي بعد الدول الديمقراطية، من عاد جلس انت مع وزير وهذاك الوزير يجلس حداك وخا انت بريء درءا، هيصعب على الوزراء اللي يجلسوا معك في المستقبل، ماشي كامل ولكن كتجي وخا انت بريء، ولكن جوج ديال القيادات كانوا عندك كبار وعطيتيهم تزكية، الناس غيوليو يديروا. اذا المصالح العليا الدولة غتوضع في حرج. ربما شي واحد في الحزب ديالو قال له خصك تحيد لانه ولا صعيب هذا الوضع، راه السفارات الاجنبيه في المغرب كدير تقارير على ما يجري، واش ما دارش تقارير على هذا الشيء؟ راه شافت واحد الوزاره وزاره العدل فيها واحد الوزير وقال له هو المحامي ديالو، ماشي ما كيهمش واخا انت بريء. هي شبهه يعني غير كونك امين عام وعطيتي كذا واخا انت بريء، خلق واحد الدوله المغربيه تقول علاش اخويا هذا، علاش نحط راسي نبقى عاد نبرر ما لا يبرر صافي. اذا ربما هذا هو الجانب، حيت هادشي المخدرات كيضر واخا كان داك البلاغ. الجانب الثاني ربما اللي بسببه تم الابعاد هو داخلي كيرتبط بالحزب. بقاء وهبي على راس حزب البام بمعناه استمرار الهجوم على الحزب وربط بيوي والناصري بالحزب، لانه هو اللي عطاهم تزكيه
وربما هو محامي ديال شي واحد فيهم ولا الله اعلم، كان صديقهم بقى وهبي معناه استمرار الصحافه غطى نفس الاسئله، وكيفاش هذا السيد وانت علاش عطيتيه مزكيه علاش كيبقى ديما الحزب واكل العصا واكل العصا. باش نحيدوا هذا النقاش شنو خصنا نديروا؟ خاص يتحيد وهبي. وطلعوا ثلاثه جداد وعبرت عليها فاطمه الزهراء قالت لك احنا ما عندنا علاقه، لا ما عندنا علاقه، ما عندنا كذا، ما عندنا. اذا الحزب باش يتخلص من هذه المصيبه ديال هذه الاتهامات اللي كانت خاصه بالضروره يحيد وهبي، والا الحزب ياكل العصا. اختار اما الحزب اما وهبي. يقدر يكون وهبي حس بهذا الشيء ديال الحزب وبغى يناضل عليه انه واخا تجي فيه العصا هو يتخلى، الله اعلم ما ندخلوش في هذا الطبق، ولا هو زعما بغى يتخلص من هذا الامان. ولكن بالمجمل غادر وهبي مكره الامانه العامه. الملف ديال بيبي وديال الناصري ابعده من الامانه العامه للحزب، ماشي معناه هو عنده علاقه بهم ماديه في ديك التهم، لا ابدا، ولكن كونه عطى تزكيه ليهم وكونهم من القيادات في مرحله في لحظته القى هذا الامر بدلاله على الحزب عيا كل عصا عيتفنى مر. اذا هذه قراءه، قراءه قد تكون صح وقد تكون غلط. نمشيو للموضوع باش نبداو المغاربه. انا ما عرفتش نبدا بالمديمي، انا نبدا بالمديمي غريب هذا الامر، غريب جدا. المديمي ظهر في فيديو كيمزق وثيقه، شيء غريب الاطوار داكشي. محمد المديمي ظهر في على الاشاريط فيديو كيمزق وثيقه ديال التنازل شي جمعيه ياك، من الجمعيات ديال واحد السيده متخصصه في سب اعراض الامهات والزوجات، مشات دارت به شكايه جمعيتها باش حل المجلس. صوروا اخوتي المغاربه، صدقوا او لا تصدقوا، حل المجلس، حل المؤسسه ديال المديمي اللي غادي نقول لاخوان الاخوات. هذا هو التنازل، انا حاليا غادي نشرب هذا الماء. هذا هو التنازل، وغادي نمشيو للمحكمه. والله ما بغيت نديما التنازل يمين الله، ما بغيناش الحكم القضائي يكون فيه تنازل، لا بغينا اجتهاد قضائي. انا بغيت اجتهاد قضائي. اذا كان الحق هذه الجمعيه هذه تحل مركز الوطني حقوق الانسان، انا غادي ندير جمعيات العشرات الجمعيات عندي اصدقائي ومتضامنين، وغادي نمشيو نديرو دعاوى نحلو الاحزاب، نحلو الجمعيات ديال العدل والاحسان، ونحلو حزب البام، ونحلو هذاك الحكم القضائي اجتهاد. مادام هاد الجمعية ما عندها الصفة وما عندها مصلحة ولا حق لها، حنا بغينا داك الحكم اللي بغي يحل المركز الوطني، حتى حنا بغينا نديرو نجيبو جوج الاف جمعيات ونديرو دعاوي قضائية ونطالبو بحل النقابات والاحزاب كاملين، ونحلو الجمعيات اللي تستافد من المال العام والجمعيات ديال اتحاد مقاومة المغرب. من بعد جابت له قال لك التنازل. علاش 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 درتوه وعلاش جبتو التنازل؟ شو السبب؟ شوفوا راه احراج سببنا فيه الدولة المغربية، الدولة المغربية. انا دائما اخوتي المغاربة كنقولها، وماشي عاد تقول لك، كنقولها دائما، هذا المغرب فيه بعض الانحرافات، فيه بعض التجاوزات مسؤول عليه بعض المسؤولين، ولكن هذا المغرب اللي عاوتاني ما كنتفق انه فيه اشياء جميلة، فيه بعض المجازات. يقدر يقول لي، وقلتها لكم مرارا، درنا هيئة الإنصاف والمصالحة على الأقل في إقليمنا وإن لم تكتمل، درنا تقرير الخمسينية، تجنبنا العشرية السوداء ديال الجزائر بذكاء مع الإسلاميين، لو ما ولا ما يصير لا والو، درنا باب الحقوق والحريات، ودي قلتها لكم مرارا في الدستور المغربي، ما كتشد الدستور تفتحوا الباب، الملكية، الملكية في المغرب سبقنا باب الحقوق والحريات، عاد درنا الملكية. يعني راه كاين أشياء جميلة دارت في المغرب، أشياء مش سهلة، عظيمة جدا. وجبنا المنفيين والأمازيغية، درنا لها يوم عطلة، أمازيغيين تما عندهم يوم عطلة بحقهم، حقهم راه تاهما ولاد هاد الأرض بحالنا بحالهم خوت، درنا لهم يوم عطلة. هالمسألة الأمازيغية والمسألة القومية كنحلوها، وعطلة مؤدة عنها ودسترناها في المرأة، في الحقوق،
سنين على العهد الدولي لحقوق المدنيين والسياسيين. فوق سنين احنا سنين في 79 العهد الدولي، في 79 المغرب، المغرب صناع العهد الدولي الحقوق المدنيه والسياسيه. كانت عندنا الجرأة في بزاف الاشياء، ولكن بعض المرات ما تنفهمش. انا ربما نكون ما عنديش معطيات، ولكن انا كنشارككم. دابا هاد السيد غتحل الحزب ديال، غتحل زعما شكون يفك كيفاش كنراسوا لجنه حقوق الانسان في الامم المتحده؟ عرفت شنو هي تحل الجمعيه؟ في سنوات الجبر والرصاص كان شكون اللي كيحل، وما كانش كيعطي الحل ديال الجمعيات والاحزاب من اخطر الافعال اللي ممكن يطيح فيها المجتمع. عرفت شنو هي كتحل؟ كتحرم المجتمع من عرفتي. المغرب عنده ترسانه وداير باب الحقوق والحريات هي الاولى، باب الملكيه قبل الملكيه، وكيراس لجنه حقوق الانسان، وفتح صفحه الهيئات والانصاف والمصالح، ودار جبر الضرر وتصالح مع الماضي ديالو، وان ما تصالحش 100% ولكن على الاقل تجربه رائده على الاقل في منطقتنا الاقليميه. دارت الايام وحيانا الله حتى ولينا كنشوفوا ما يلي. اولا كتطلب حل جمعيه حقوقيه مؤسسه، علاش؟ وشكون يطلبها؟ ماشي العنيقري، ماشي في زمان العنيقري، ماشي البصري، وماشي رجل سلطة العداوة، وجمعية جمعية جمعية ولات كدير جمعية كتحل الجمعية. مالك يا مالك باش ضراتك؟ كيفاش؟ دعوة وسيري ديري دعوة بالمخدرات. هاد صحاب المخدرات ما درتوش بهم دعوة، يسيروا دعوة بالمخدرات، ديروا دعوة على المشروع التعجيري في مشات فلوسه، ديروا دعوة على مول جوج قطارات و 300 متر في تارقة، نديرو هذا. علاش حتحل لهم باش هذا المجلس دارنا ولا بلاد؟ فسيد دوز عامين الحبس، معتقل سياسي، انا كنعتبره معتقل سياسي. راه حتى الناس واحد الوقت كانوا كيعتبروا اللي تعتقلوا في سنوات كانوا كيقولوا لا انتم معتقلين على خوانة الوطن. ومشات الدولة وفتحت الصفحة وقالت لهم معتقلين سياسيين، والقضاة ظلموكم والبوليس ظلموكم. عرفتي الدولة اعترفت. حتى دابا غيجي واحد النهار يقول السيد اسمح لنا عادي، انا تبعت الملف ديالو كنحترم، كما يقول كاين شي ناس ما كيعجبهمش هذه العباره، كنحترم القضاء المغربي وكنعلق عليه باداب، احترم المؤسسات ديال البلاد، ولكن ملي كنعلق باداب عادي كما الله عز وجل. الانحراف كيوقع في جميع الدول، ما كاينش مشكل في هذا المستوى. عرفتي شنو هي تحل؟ عرفتي شنو هي وصلنا في المغرب؟ جمعيه تطلب حل الجمعيه. هذه اللي قلت لكم البارح، هذا قلت لكم اخطر ما ولا عندنا هما هذا. صعيب هذا الشيء، صعيب صعيب صعيب. عرفتي شنو هي جمعية تطلب حل؟ أنت جمعية غتطلبي حل الجمعية، مركز حقوقي، وحنا كنراسلوا لجنة حقوق الإنسان، وحنا عندنا باب الحريات مسبق على باب الملكية. كل التضامن مع السي محمد المديمي والإخوة في المركز الوطني لحقوق الإنسان. القضية الثانية هي قضية اعتقال رضا الطوجني. صراحة لا أملك معطيات بخصوص هذا يعني الاعتقال، يعني واش رضا عنده بطاقة صحافة ولا ما عندوش، هل تبع بالقانون الجنائي، هل تبع إلى عنده بطاقة صحافة وتبع بالقانون الجنائي فإنها كارثة. حتى المدون، حتى لو كان مدون، فكاين واحد محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة يعني في أمريكا، قال كيحق كاين حكم يحق للمدون الحصول على نفس حماية حرية التعبير التي يتمتع بها الصحفي، ولا يمكن أن يكون مسؤولا عن التشهير ما لم يكن المدون تصرف بإهمال. انا ما غاديش نزيد شي كلمه، خليني حتى نطالع على مع المحامون ونعرف معطيات ديال رضا الطوجني، ولكن غنقول اتمنى له محاكمه عادله، واتمنى له ان يكون خارج السجن. والله ما ندخل في تفاصيل، لاننا لا الوضع العام ولا الوضع خاص كيسمح. الوضع العام هو اننا كنراسوا لجنه حقوق الانسان في الامم المتحده، خصنا نكونوا قدوه، كنترأسوا حقوق الانسان ديال الكره الارضيه، خصنا نكونوا قدوه. الوضع العام وسط المغرب ما كيسمحش باعتقال الناس، يمكن نتابعوا الناس، يمكن ندير لهم غرامات الى غلطوا، الاعتقال. ثم الوضع الخاص ان الرجل، ماشي كنستعطفوا ولا كنقولوا، رجل رب اسره وعنده وليدات، شنو شتت اسره هذا الانسان؟ انا ما انا 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 راسي كيضرني، انا راسي كيضرني، ما كرهتش نمشي لعند عبد اللطيف وهبي ونطل فيه بحال هكا، والله ما كرهت، غير نقول له سؤال ويجاوبني ونطل. نقول له واش انت مرتاح ان واحد سيد صحفي ولا مدون في الحبس عنده وليداته، وانت وزير عدل، وانت امين عام، وانت كنتي محامي كتدافع على المعتقلين السياسيين، وانت كانت عندك مجله كتكتب فيها الافكار، وانت كنتي في حزب الطليعه شي نهار ديال احمد بن جلون،
واش دابا غتمشي تنعس واحد السيد اي من حقك تمشي، واش غتقدر تنعس ان واحد السيد سولبت منه حريته مابقاش حر اليوم بسببك انت بشكيتك، واش غتقدر تنعس في الليل؟ الله ما كرهت نطرح عليه هذا السؤال ونطل فيه بعينه مزيان صافي سول الحلم شنو عندي دابا نشوف فيه نقول له هذا السؤال. هذا السيد اش قال دابا مثلا السي وهبي اش قال رضا الطاوجي؟ بغيت نعرف زعما فاش، واش عرضك اغلى من عرضنا؟ واش شرفك اكثر من شرفنا؟ زعما حنا كنجنبوا بلادنا الاعتقالات، واش ما نسيوش بلادنا من النقاش؟ واش واش ما نصبروش لبعضياتنا؟ دابا غنمشي لحدث اليوم عاوتاني الاعتقال، رئيس الحكومه الرجل الثاني في الدوله المغربيه، رئيس الحكومه هو الرجل كاين محمد السادس في الهرم الدوله الترتيب بروتوكول، كيجي من وراه رئيس الحكومه عز اخنور، الثالث رئيس مجلس النواب، الرابع رئيس مجلس المستشارين. يا الله يا الله، رئيس الحكومه المغربيه اللي غيحل مشاكل المغاربه وتنفس مع الحقوق بسببه خذات السيده شهر الحبس و5000 درهم. ناري ناري ناري. علاش سرقت؟ لا دخلت للدار ديال الوزير؟ لا دخلت له الغرفه ديال النوم وهضرت له على حياته الخاصه؟ لا هضرت على شنو دارت؟ علقت على حدث استأثر به من الراي العام، انتحار بالفقيه بحالها بحال المغاربه، كتبت خطت يديها ما عندها جنوي ما سبتش حتى شنو قالت راي. والعاده واحد المحامي مابغيتش نسميه وقفه لي سميته هنا دابا، علاش شركت انا وياه الطعام شي وقت ما قدرت نجبد والله ما قدرت، والله ما صدقت نشوف هادشي شنو كاتب. شوف شنو كاتب هاد المحاميه المغاربه، ناري 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 ناري. ما عرفتش اخويا واش حنا اللي غالطين ولا هما اللي غالطين، واش حنا ما فاهمينش الحياه بحالهم؟ والله ما فهمت. شوف شنو كتبوا هاد المحامين، شوفوا السيد الوزير، شوفوا رئيس الحكومه شنو طلب، شوفوا ويلي ويلي ويلي. والله ما صدقت كنعرف هاد الملف وعمري ما قلبت. انا يسحب لي غير متابعه بحال دوك المتابعات الروتينيه لا، والناس كيطالبوا اعتقال صحفيه وفي القرن ومن بعد تقرير الخمسينيه وهيئه الانصاف واليوسفي وتجريب والربيع العربي وعرفتي اش قلت لكم رجع للبشريه عرفتي فين رجع لها. وهذا محامي كيقول لك ومتابعتي من اجلها في حاله اعتقال، عرفتي شي عرفتي انا هذوك اللي الدين نقرضهم بحال هكا باش نكتب في حاله اعتقال، انت محامي انت حقوقي انت تعرضتي للظلم وانت كتعرف شنو هو التابع السيد اشنو دارت؟ رأي صحفيه قالت فكره شي فكره نقدر نشدو من المسوط عليه بالقفول على رايه، عرفوا راسنا راه حنا مفلسين اخلاقيا، عرفتي راه كيفاش الناس شنو زعما كنشدو بنادم طرطاق طاق ما فهمتهاش ما فهمتهاش زعما في حاله اعتقال، عرفتي في حاله اعتقال يعني بكل في امريكا في واحد البلديه سميتها مينيابوليس مينيابوليس واحد الجريده كان سميتها ستار داي بريس، هذوك اصحاب الجريده ديال ستار داي بريس قالوا رئيس البلديه ديال مينيابوليس رئيس البلديه والكوميسير بجوجهم يقعون تحت سيطره العصابه، واحد العصابه ديال اليهود كيتحكموا في البوليس وكيتحكموا في شو داروا لهم؟ خذوا حكم مشى وقفوهم حبسوا لهم الجريده وقفوا لهم وجا قرار استعجالي ايد القرار الاداري الوقف، مشاو الجريده دارت الدعوه في المحكمه العليا، شنو حكمت المحكمه العليا؟ قلت لهم نوضوا تلعبوا نوضوا تلعبوا ما كاينش، قلت لهم ما كاينش بلاد ولا بوليس ولا جندارم ولا مؤسسات بالحريات الصحافه، قالوا لكم هذاك الراي تحت السيطره فين كاين حسنيه عندهم البنطاغون الوثائق السريه ديال البنطاغون، سمعوا مزيان المغاربه بحال دابا حنا عندنا المخابرات ديالنا لا جيد والديستي عندنا اوراق سريه شي وقت في الصحراء ولا في كذا، انا حميد المهداوي طحت في اوراق ديال الجيش المغربي الجيش سريه في حرب الجزائر حرب الرمال، عطيتكم على مثال تصوروا ان الجيش المغربي كان كيكذب او لا الديستي كانت كتكذب في شي حرب دوزناها او لا جيد كتكذب، وانا طحت في الوثائق كصحافي ونشرتها شنو يديروا لي في المغرب؟ في امريكا وثائق البنطاغون السريه كانت الحكومه الفيدراليه كتكذب على الامريكيين بخصوص الحرب ديال فيتنام على جات وكيفاش كل شيء كذوب كانوا عاد كيضحكوا على الشعب، واحد الموظف عطى نيويورك تايمز هاد الوثائق السريه نشرتها نيويورك تايمز وكان واحد الضغط عليها خاطئ لا وصوره البلاد وصوره امريكا وخيانه
جات المحكمة العليا الأمريكية قالت لهم من حقها ينشروا داكشي كاينش مشكل. أنا بغيت نسول دابا هاد السيدة هادي واش نشرت وثائق سرية دابا واش خليوني بعدا لواحد القضية. أنا ما كنتألموا بزاف على حب مغربنا الحبيب. أنا المغرب كيجيني بحال هكا واحد اليد غادة واحد اليد كتجرها بحال هكا المغرب. المغرب كيتم غادي كيجي شي واحد ما عرفتش ولي فائدة منه. شوفوا دابا السي الأستاذ المحترم محمد عبد النبوي، أنا غنجيب لكم التصريح ديال الأستاذ. شنو قال الأستاذ عبد النبوي؟ قال لك الصحفي لا سرق. شنو قال بعدا؟ الآن هو موجب القانون الجنائي أو قانون الصحافة، كنطبقوا قانون الصحافة في الجرائم المنصوص عليها في قانون الصحافة، ما كنطبقوش فيها شي قانون. حباس السي عبد النبوي المحترم، ملي كيكون عندك أفعال الصحافة كتطبق عليهم أفعال الصحافة القوانين اللي كاين في الصحافة. هاد السيدة باش تابعت السب القذف الصورة الحياة الخاصة كل شيء كاين في قانون الصحافة. نوريه لكم، اسمح لي السي عبد النبوي باش ما نسماش هكا نهضر. أنا غنرجع لك السي عبد النبوي، ها أنتم المغاربة شوفوا كل شيء عندنا. شنو هي هذه؟ ها هي قانون الصحافة في حماية الحياة الخاصة والحق في الصورة، حماية الحق الحياة الخاصة والحق في الصورة. ها هو يعد تدخلا في الحياة الخاصة، ها هو الفصل الثالث المادة كذا. ها ها أحكام عامة، شوف شحال من فقرة خاصة بالحياة. ها قانون الصحافة في الحياة الخاصة وفي الصورة بلاتي. بعدا نشوف هاد السيدة باش تابعوها، مهمة هاد الفكرة ديال باش تابعت بعدا هي. نجتني غريبة هاد السيدة تابع القانون الجنائي، والله ما مصدق أنا بالله العلي العظيم هادشي واقع في المغرب، والله ما مصدق. باش تابعوها، بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة، إيوا راه كاين نشر خبر زائف والصحافة وباستعمال الأنظمة المعلومة بقصد لمس الحياة الخاصة بالأشخاص والتشهير بهم. إيوا الحياة الخاصة كاينة في الصحافة، كلشي كاين، هاد التهم كاملة كاينة في قانون الصحافة، وعلاش ديتوها القانون الجنائي؟ وعلاش؟ شنو قال عبد النبوي؟ قال لك سيدي لا سرق الصحفي ولا قتل، واش انت عوقا؟ إلا قتل، حنا بعدا ما كنقتلوش وما كنسرقوش. هو موجب القانون الجنائي أو قانون الصحافة، كنطبقوا قانون الصحافة في الجرائم المنصوص عليها في قانون الصحافة. ما كنطبقوش فيها شي قانون آخر. ملي كتجي جريمة خارج قانون الصحافة، الصحافي إلا قتل روح. ما كايناش في قانون الصحافة، إلا سرق، ما كايناش في قانون الصحافة. وهذه قتلت. هذه سرقت. أنا كنجاوبك أسعد. حنان قتلت. سرقت واخا لمس الحياه الخاصه القذف التشهير كاينه في قانون الصحافه، علاش مشيتوا للقانون الجنائي معها؟ هذا سؤال انا كنعاودها لك. الى الدابز ما كايناش في قانون الصحافه. اذا الان السي المهداوي الله يفرج عليه توبع من اجل التبليغ عن جريمه. عدم التبليغ عن جريمه، وهذه الجريمه هذه العمليه ما كاينه شيء في قانون الصحافه. انت عزيز عليا السي عبد النبوي، كنعرفك ماشي كنكذب عليك ولا كندير معك بروتوكول، كنعرفك عرفتي علاش عزيز عليا؟ لانك جيتي من واحد الوسط مغربي بسيط. انا اي واحد كيوصل كنحترم، اي واحد كي مغربي يشوفه جيتي من واحد الوسط بسيط جدا، عائله محترمه، ولكن باش توصل تكون مدير الشؤون الجنائيه والعفو والوكيل العام لمحكمه النقد ورئيس المنتدى باش تولي انت كتنوب على الملك. هادشي احنا كنا تصور، احنا بوسطاء ديال الشعب اللي كبرنا صغار كيبان لنا الملك والعائله الملكيه، يعني واحد الاحترام والدور ليام، ونوليو حنا ولاد البساطة ننوبوا عن الملك. حتي الى مجد وصلتي له مجد المجد وتبارك الله عليك، ولكن يضرني خاطري دابا هادشي اللي كتقول معايا على صعيدين. الصعيد الاول وقلتي الله يفرج عليه، بحال اللي تابعتني النيابه العامه ديال تونس ماشي انت، انت كنتي رئيس النيابه العامه وكلشي كان كيجي في استشاره معك، وانت اللي تابعتيني يا سي محمد عبد النبوي المحترم، وفي نفس الوقت كدعي معايا الله يفرج عليك. كيفاش غيفرج عليا الله والوراق كلهم جوج؟ وهذا نقاش خلي بعض انت غتفهمني يا سي عبد النبوي، فهموني رجال القانون رجال القضاء. واش في التاريخ هذه راه هذه علاش انا كنتالم المجد اللي وصلت له وتبارك الله عليك، ولكن شوف فين لقيتي راسك واحد اللحظه. انا عارفك في حرج، ولكن تصور هذه رجال القانون اي فهموا اللي كيقراوا القانون، ما يمكنلكش تبلغ على جنايه غير مكتمله الاركان، ما يمكنش صدلة فوقاش كنبلغوا على جنايه على جريمه، خاصنا نناقشوا الفعل الاصلي اللي هو الجريمه عاد كندوزوا الفعل الذي يدور الذي يلتصق به. الا مشى الفعل الاصلي كيمشي عدم التبليغ. حتى عندك واحد الشخص تيقول عطى 160 مليون عمره ما عطى شي ريال، كلشي كذوب، كيشري العربون الروسيا. اذا الفعل الاصلي الجريمه الاصليه اللي عملوها لا توجد، كيفاش غتبلغ؟ النص كيهضر على التبليغ على جنايه، خاص تكون جنايه. شوف السيد عاد بلغ تاع مكالمه فيها، وانت رجل قانون وصلتي لهذا المجد، وشوف دابا كتقول الله يفرج عليه، ماشي انك تدعي معايا والقانون.
كيفاش انك كتحكم على شخص بعدم التبليغ؟ فعل لا وجود له، المحكمه ما تحققتش منه، الشرطه ما تحققتش منه، ماشي جابت كان جنايه وما بلغش. لا، وانت كتقول لي في الصحافه الفصل 17 انت المشرع كتقول لي المهداوي الصحفي مدير النشر ما توصلك شي اخبار تحقق منها، ماشي البوليس كيتحققوا، راه ماشي الشرطه، انت وهذا قانون خاص في الصحافه، قانون خاص، خلاو القانون الخاص ومشاو. دابا كيقول الله يفرج عليه السي المهداوي، لا سرقوا ولا قتلوا ولا ماشي المشكل، كما قلت انا لعلي الطرشي يمكن كيحاكمني، قلت له انا صحافي الطرشي، قال لي انت ماشي صحافي، قلت له السي الطرشي انا شفار كنضرب بزاف في الطوبيس مزيان، تحاكمني على محاكمه عادله، قلت له انا ارهابي صافي، ما بقاش في ارهابي، راه العيب راه ماشي بالتهمه، وعوفر لي نتحاكم، بقات في صحافي ماشي صحافي، قلت له عاد كنضرب البزاط انا شفار صافي، ولكن حاكمني معتقلي نهضر، اعطيني وسائل الاثبات، اعطيني حق، اعطيني تعليل، اعطيني كذا. دابا السي دابا في علاقه بهذا الشيء قال لك الصحفي لا سرق، صح احنا وريتك السي عبد النبوي المحترم هذا الشيء اللي تابعت به هذه السيده كامل كاينه في القانون. يلاه سمعوا المحكمه الان راه صدرت واحد الحكم ابتدائي اللي تبتات فيه الادانه وصدرت عليه عقوبه، كنعتقد راه السي المهداوي راه دار الاستئناف، القرار ديالو غيتعرض على محكمه الاستئناف اللي غادي تكون فرصه اخرى لمناقشه ولاثبات واش بريء ولا مدان ولا غير ذلك، وعنده دفاع اللي تبارك الله يحترم، وقادر يوصل الصوت ديالو، قادر يبحث عن الحقيقه، وقادر والله الا السيد عز عليا ما عرفتش علاش ماشي تنكذب والله ما نعرف، قلت لكم جانب انه جا ووصل تبارك الله وكيل مالك في الدار البيضاء وما عجبنيش يتحط في هذا الموقف، كاين بعض المرات الحياه كتجيك ما عرفتش تحط في واحد الموقف لانه كتبان من نبرته بصح يعني عارف داك الشيء باش يقول لك عنده محامون مزيانين وخصو يبحث على الحقيقه والله يفرج عليه، يعني اشارات كتبان من ادم يعني الحياه صعيبه بعض المرات، لان يمكن تعتقل انسان صحفي راه كيبقى التاريخ مسجل خصك اظن كتشد بلا ندير جريمه اسمح لي راه النظام لا بعض المرات كتشد. نقول لك واحد الفكره السي عبد النبوي ونسد هذا القوس، قلت شي في السيناف انا مشيت وقفت قدام القضاء عند احسن الطلفي وكاين اربعه ديال القضاة خمسه وما انسحبتش رغم ان تظلمت بقيت الخوت اللي كانوا معايا نشطاء الريف من حقهم بان لهم داك الشيء شغلهم هذا انسحبوا مشاو بحالهم قالوا وقالها الابلق قال لهم هذه مسرحيه قال هذه مسرحيه ماشي محاكمه لان كلامهم ما كيلقاوش ما كيهمش انا اختاريت نوقف قدام القضاء هكا في السيناف علاش كنحتار هذيك الفكره اللي ما كتعجبش البعض حيت كنحتارم واخا تظلم كنحتارم المؤسسات ماشي كنقول الاخرين ما كيحتارموش هذيك كله طرقه انا نوقف قدام القضاء دبلادي وقفت فراسك شنو قلتي في السيناف يسعى عليه الله نفس الحكم هما خداو اللي خداو الريافه نشطاء الريف اللي خداو في الابتدائي يعني الا مشيتي يعني لو وقفتي قدام القضاء يعطيك حكم ما وقفتيش بحال بحال لقى شي تخريجه ديال السي عبد النبوي واش كنشجعوا الناس مره اخرى يحترموا القضاء والمؤسسات واحد ما وقفش قدام القضاء واحد قال القاضي قال له دي عام مسرحيه انت اسي الطرف مشارك في مسرحيه قدامه في وجهه وانا وقفت قدامه كندافع ونهار اللي بغينا نحكمه اعطاونا بحال بحال واش من حقناش نسولوا واش هذه احكام المحكمه ولا جايه من شي بلاصه اخرى واش من حقناش غير نسولوا نفس الحكم انا وقفت قدامك يعني في الاخر وليت ضحكه وليت ضحكه قدام بزاف الناس اللي قاطع وانت حضرتي وانت ولا الانسان اللي كيمثل المؤسسات ولا كيبغي يترجم ولا شوف على حتى حطونا مع كامل الاسف. نمشي دابا الاخت حنان وانا كنتالم على بلادي يا خوتي المغاربه باش تكون بحال دابا السيده عاطيها شهر و5000 درهم رئيس حكومه والعداوه ويجي محامي تعرض للظلم وتعرض للعزل ويطلب لها الاعتقال بغى لها الحبس بغى تهبط تاكل حوت كواري عرفتي في بشيء والعذاب اخوتي الله واخا يكون يعطيوني مال الدنيا. شوفوا هاد السيده اش داروا لها مهم بعد شنو كتبت هاد السيده هو بين الحياه والموت على 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 بالفقيه كانت تزف بكل اريحيه وبدون حتى تاجيل كانت تزف بكل اريحيه بدون حتى تاجيل لمعرفه مصير ابن البلده والزميل والبشر السياسة بنت كلب فعلا. عقولوا لي مع كل احترام الهيئة المصدرة الحكم اليوم ومع النيابة العامة هذا رأي الصحافة شنو وجه الجريمة هنا فين كاين الفعل وعباد الله والناس كينشروا وثائق البنطاغون السرية وهانية وعباد الله وحماس كدابز مع إسرائيل بالقرطاس وما تيسيد ذكر وخارج صحفي كاتب مقال تحمل دولته مسؤولية
وما قالوا له كتاثر على معنويات الجيش ولا كيهضروا انا في المغرب مالنا احنا مالكم مالنا ما فهمتش هذه الفكره. شرط الحبس على التدوين على جوج كلمات. واسي عبد النباوي قلتي قبيله الصحفي لا سرق هذه سرقتها هضرت واش كدير دابا ودي هكا تهضر السي عبد محمد عبد النباوي واش عباد الله واش عباد الله ما كيعجبكمش هذا الشيء. شوف ياك حنا في المحكمه شوفوا اليونسكو شنو قالتها سوء استخدام النظام القضائي ياك الاتجاه التدريجي نحو الغاء جريمه تشهير محكمه محكمه البلدان الامريكيه في واحد سبعه القضاة شي نهار خصني نجيب لكم الاحكام ديالها وما كيحكموش كاع بهذا الشيء. بغيتي انت مسؤول خصك تكون خاطرك واسع. شوفوا اليونسكو ياك حنا مع الامم المتحده قالك قصدي اسمعوا الاتجاه التدريجي نحو الغاء جريمه تشهير اخذ في التباطؤ حيث لا تزال 120 دوله تفتقر الى جريمه تشهير. ازدراء استخدام جرائم تشهير الجنائي لتقييد حريه التعبير على الانترنت وجميع انحاء شددت عده دول او اعاده العمل بالاحكام المتعلقه بالقذف والتشهير والاهانه من خلال احنا علاش حنا دايرين بحال هكا علاش؟ سوليفان كتعرفوا سوليفان هذا واحد السيد معروف وكان عنده مشكل مع نيويورك تايمز من اشهر القضايا في العالم وكتبوا عليه وسيدي وقذفوه كاع وكذا. تعرفوا شنو هو ولا مرجع ذاك الحكم اش كيقول لك في المحكمه؟ انا نقرا عليكم باش تشوفوا. قال كان قرارا تاريخيا نص القرار انه اذا كان المدعي في دعوه التشهير اللي هو دابا مثلا سوليفان دعا نيويورك تايمز في التشهير موظفا عاما او مرشحا لمنصب عام فلا يجب عليه فقط اثبات العناصر العاديه للتشهير. سمعوا المغاربه هذا الحكم شحال زوين علاش ما يكونش المغرب اللي كيقول كنبغيو المغرب انا بغيتها بحال هكا شي انا نقذف انا سمحوا لي شي وزير الصحه نقول عليه شي حاجه نكذب عليه قال لك واخا تكون هاد العناصر كذبتي عليه وقلتي عليه في حياته وكذا شنو قال لك هذا الحكم؟ قال لك فلا يجب عليه فقط اثبات العناصر العاديه للتشهير نشر بيان تشهير كاذب لطرف ثالث ويجب عليهم ايضا اثبات ان البيان تم الادلاء به بقصد حقيقي. مثلا انا جبت واحد السيد يهضر على وزير الصحه خالد اي طالب وخليته كيكذب عليه وكيشرشم فيه وكذا وكذا. إلا بغيت أن يتابعني خالد الطالب خصني يكون أنا ثبت بأنني نشرت عن قصد وعارف ذاك البيان في الكذوب ودرت إهمال مما يعني أن المدعى عليه إما كان يعلم أن البيان كاذب خصني يكون أنا عارف البيان كاذب أو تجاهل بتهور ما إذا كان قد يكون كاذبا أو تجاهل بتهور لا خصك تبحث وتعرف ولكن أهم حاجة هي حسن النية. غالبا ما يتم تصنيف قضية شركة نيويورك تايمز ضد سوليفان كأحد أعظم قرارات المحكمة العليا في العصر الحديث. كاين قرارات بزاف المغاربة. قال لك ويجب على جميع المدعين أن يثبتوا أن المؤسسة الإخبارية كانت مخطئة بطريقة ما. لا شوف أخوتي المغاربة لما شوف شحال زوين هذا. وبموجب المعيار الذي اعتمدته المحكمة العليا في قضية التشهير الأساسي لشركة نيويورك تايمز ضد سوليفان فإن المدعي الذي يعتبر شخصية عامة بحال دابا وهبي أو مسؤول لديه معيار إثبات أعلى في قضية التشهير من المدعي الخاص ويجب على الشخصية العامة أو المسؤول أن يثبت أن الناشر أو المذيع تصرف بحقد فعلي في نقل المعلومات المهنية الخبط الفعلي في لغة التشهير لا يعني سوء النية أو نية الأذى. هذه قضية ديال الوهبي كانت قضية رأي عام وكيهضر فيها الطوجني وكيهضروا فيها المغاربة شكون اللي ما هضرش في ذاك الملف في المغاربة شكون الداخل وفي الخارج. قضية ديال بلفقيه دابا اللي مات هاد السيدة حنان شكون اللي ما هضرش بلفقيه شكون اللي ما هضرش جملة قالتها واحد السيدة من دون هاد العرام ديال الفيديوهات والناس كاين اللي مشاو باتهامات خايبة. بغيتش نعطيكم بزاف حتى المحكمة الإفريقية الأوروبية براسها دايرة واحد الحكم ها هو سميتو هذا ضد كونتون ورأت المحكمة العليا أنه حتى الانحراف الشديد على المعايير المهنية وخين حرف الصحفي على المعايير المهنية أو نشر قصة لزيادة تداولها لا يثبت في حد ذاته خبتا فعليا. وقالت المحكمة أيضا أنه على الرغم من أن الفشل في التحقيق في الواقع لا يثبت بالضرورة وجود حقد فعلي إلا أن التجنب المتعمد للحقائق قد يكون كذلك. حنا ملي كنا كنشرو أنا عبد الوهاب شتو في الورق هكا شتو عبد وعمري جبدتو ما قدرتش أخلاقيا ما جبدتوش علاش كيقولوا جابوا لهم داك الشيء ديال الترحيل وكون بغيت نسوديها ونخلق منها بحال هذا كما قال القصه والله ما قدرت لا ما قدرنا بالله اخلاقيا لا ما جبدناه قلنا جبدوا 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 القجع والقجع حنا شناه غادي لكاس افريقيا بالعكس خرجنا كنقول لا ما كاينش القجع اننا لا نريد بالبلاد ديالنا سوءا. ها قولوا لي اخوتي المغاربه غنختم بواحد النقطه واخا هادشي بزاف ما بغيتش واش كتقول بعد المفوضيه حتى
حتى المفوضيه بعد هذه مهمه. قال لك في السنوات الاخيره انا خديتها لكم من الامم المتحده قطعتها حقوق الانسان، مكتب المفوض سامي. قال لكم في السنوات الاخيره لاحظت المفوضيه الساميه لحقوق الانسان تزايد في عدد ونطاق الاعتداءات التي تطال السلامه البدنيه للصحفيين والعاملين في مجال الاعلام، بالاضافه الى الحوادث التي تؤثر على قدرتهم على ممارسه حريه التعبير. هذه اللي بغيتكم تسمعوها المغاربه، بما في ذلك تهديد بالملاحقات القضائيه. دابا البلاغ اللي خرجت النيابه العامه ذاك النهار، تهديد هذاك بملاحقه، قالت الامم المتحده قالت تهديد راه كيأثر على حريه التعبير، حيت المجتمع ما كيبقاش يقدر يهضر. بحال مثلا ذاك النهار انا كانت تجاوزات من طرف البعض، كانت البساله صحيح، ولكن انا كنت كنفضل النيابه العامه ما ديرش بلاغ، حيت الناس عمرنا ما كنهدوهم بالحبس ولا كنهدوهم بالملاحقه، لان داك الشيء كيأثر على الحريه التعبير. الناس كتخاف، وعمر السلطه ما تكون كتعرف فيها الخوف، لا اللي دار شي حاجه غنمشي نجيبه بلا ما ندير بلاغ، بلا ما نقول الناس راه شخصيات وغادي ندير وغادي نلاحقكم. ها هي الامم المتحده قالت تهديد بالملاحقات القضائيه والاعتقال والحبس وحرمان الصحفي من الوصول وعدم تحقيق فيه. لان شحال من الاسكوبار واش بقى من وراء البلاغ؟ اذا صنع الخوف، الخوف، ومعمر الخوف ما كيعطي. كما قال بنجامين فرانكلين قال لك من يريد الاطاحه بحريه الامه عليه ان يبدا باخضاع حريه التعبير، من يريد الاطاحه بحريه الامه عليه ان يبدا باخضاع حريه التعبير. السيد الوكيل العام المحترم، السيد البوليسي المحترم، السيد الجدارمي المحترم، الدركي المحترم، السيد قاضي التحقيق المحترم، السيد القاضي اللي كتنطق بالحكم المحترم، ياك انتم هادو هما العائله القضائيه اللي منا كيدوز. واحد النهار كنتو تلامذ في الفصل، قبل ما تولي وكيل عام، قبل ما تولي بوليسي، قبل ما تولي ضابط الشرطه، قبل ما تولي قاضي تحقيق، كنتي مواطن وكنتي كتشوف المغرب وكتسمع على سنوات كتقول علاش الحريات وخصنا. اليوم هانتوما في موقف، ساعدونا، هانتوما تذكروا التاريخ، حيت انتوما صح موقع المسؤوليه، ولكن راه واش عباد الله لا كنت المغاربه غالط ولا غلط، واش هاد السيده تابعوها بان المس بالحياه الخاصه؟ وشوفوا التهمه يا المغاربه، انا كنخاف هاد الحكم هذا يشدوه الناس ويبقاو يأذيونا به برا، لانه خطار هادشي، خطار. شنو هي التهمه؟ شنو هي؟ شو التهمه؟ بث وتوزيع ادعاءات ووقع كاذبه باستعمال الانظمه المعلوماتيه بقصد المساس بالحياه الخاصه او تشهير به. ولقيتهم كاتبين في الشكايه ديال اللي كتب، قال لك ان نشر الصوره، نشر الصوره بدون اذن موافق. انا ما بقيتش عا كنجوع. الزفزافي، بغيتش نعطي امثله، الزفزافي ناصر الزفزافي تصور عريان ونشرها موقع برلمان بوان كوم، عريان تبع برلمان بوان كوم. شنو كتبوا له القاضي في الحكم؟ بالتعليل رفض الشكايه ديال ناصر والدفاع. عرفت شنو كتب القاضي؟ قال له حيت انت ناصر شخصيه عموميه، مش كاين باش يشرو لك برلمان بوان كوم ولا الصحافه بلا اذنك بلا موافقه، انت شخصيه عموميه ناصر كلشي كيعرف. ومبارك ابو عيد رئيس الجهه ماشي شخصيه عموميه، دابا خاصها موافقه ديال خاص حنان باكور توافق. الو مباركه، واش تسمحي لي ندوز صورتك؟ الو سي اخنوش، انا صحابي ايه بغيت نحط صورتك. تصوروا دابا اخنوش يبقى يقول يبقى غير يوافق على الصحفيين، اشحال خاص ما يبقى يدير حتى حاجه للمغاربه، يدير شي كابيني خاص موافقه، لا اوافق اوافق، لا اوافق اوافق، لا اوافق. علاش كتأذي بلادنا اخوتي؟ ما عرفتش. دابا خاص الموافقه، قال لك دون اذنها، كاتبين ديك الشيء دون اذنها الحياه، بعد الحياه الخاصه. انا بغيت نفهم، انا ما لقيتش الشكايه ديال مبارك ابو عيده في هذا الملف، لقيت الحزب اش داير. المغاربه الحزب عنده حياه خاصه، كيفاش حياه خاصه؟ هذا النص كيظل الحياه الخاصه للافراد. اي ولا كانت حياه خاصه مباركه دير شي كي بشكل فردي بعيدا عن الحزب وتقول هي الصوره، تقول اللي بغات قاصد. كيفاش انا عمري في حياتي سمعت نص كيظل الحياه الخاصه والدعوه فيها حزب؟ واش الحزب كيتجوج؟ الحزب كيسافر؟ الحزب كيمشي لابيسين؟ وقيل الحزب تا هو وقيل الحزب كيتقهوى عنده حياه خاصه، والحزب تا هو عنده بيت نعاس وعنده المواقعه وانتم راه تحمقوا. كيفاش الحياه الخاصه في حزب؟ شنو الحياه الخاصه؟ دعيها باسم حزب وحياه خاصه؟ واش الحزب المغربي عنده حياه خاصه؟ والسيده ما كايناش في الشكايه كاع، ما لقيتها. الحزب داير الشكايه والحياه الخاصه للحزب. كنشكركم اخوتي المغاربه، الى اللقاء.